فنادق سيشل. الإقامة في جزيرة ماهي هي الأرخص في أسعار فنادق سيشل، وبها عدد أكبر من الفنادق مقارنة بأي جزيرة أخرى، فهي تقع في العاصمة. أما عن متوسط الأسعار فهي: فنادق جزيرة ماهي تبدأ أسعار الغرفة من 77 دولاراً أمريكياً لليلة الواحدة، وتبدأ أسعار الفنادق الثلاثة نجوم من 90 دولاراً أمريكياً. أما الفنادق الخمسة نجوم فتبدأ من 350 دولاراً لليلة الواحدة. فنادق جزيرة براسلين تبدأ أسعار الغرفة من 70 دولاراً أمريكياً لليلة واحدة، وأسعار الفنادق الثلاثة نجوم تبدأ من 74 دولاراً، والفنادق الخمس نجوم تبدأ من 1200 دولاراً أمريكياً. انتظرونا غداً الخميس الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة فيديو كامل عن كل شيء يخص السياحة في سيشل: الفنادق، الفيزا، الطيران، أجمل الأماكن، أفضل وقت للسفر، وكل ما تودون معرفته لتخططوا لرحلتكم.